الحقيقة كمان انه اخر 24 ساعة دول كانت حزينة على مصر، لان احنا مش بس فقدنا قامة زي الاستاذ هيكل، فقدنا قامة كبيرة جدا جدا كمان في العمل الدبلوماسي والسياسي المصري والعربي والعالمي كمان. امس وهو السياسي الكبير الدكتور بطرس بطرس غالي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في مصر، وكان يشغل منصب أمين عام منظمة الفرنكوفونية، ثم وصل إلى أعلى منصب سياسي دولي ممكن أن يصل إليه أي سياسي على مستوى العالم، وهو منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عام 1992، وقضى فترة أولى في هذا المنصب، وكان في منتهى النجاح، وكان متواصلا مع كل دول العالم، وكان محايدا في كل مواقف الأمم المتحدة، والجميع يشهد بذلك، إلا الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت أنه كان محايدا زيادة عن اللزوم، وأمريكا ترى في الحياد أنه نوع من الإضرار بمصالحها. فقامت أو قادت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية وقتها عام 92 حملة دولية لعدم التجديد لبطرس بطرس غالي، لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية أثناء التصويت على التجديد ليوسف بطرس غالي استخدمت حق الفيتو لعدم التجديد لبطرس غالي، وقالت كده مذكرات مادلين أولبرايت في كتاباتها، قالت انه بطرس غالي لم يكن يسمع الكلام، وكان عنيدا، ولم يكن يراعي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فواضح انه كان لازم برضو يبقى من اهل الثقة للولايات المتحدة الأمريكية عشان ينول الرضا ويتجدد له تاني، لكن في النهاية تبقى هذه الوقفة وهذا الموقف علامة فارقة في تاريخ السياسي الكبير دكتور بطرس غالي، اللي أعلنت النهاردة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيتم دفن الدكتور بطرس غدا الخميس في مقر الكنيسة الكنيسة القبطية بالكاتدرائية، واللي بتضم مدافن عائلته، وده كمان بناء على وصياته. وأنا الحقيقة هنا بوجه نداء إلى معالي وزير الخارجية أو يمكن حتى لرئيس الجمهورية، إنه الدكتور بطرس غالي قدم الكثير لوطنه، وقدم الكثير لأمته العربية، وشرف مصر على المحافل السياسية الكبيرة، ويجب أن يكرم اسمه. وأنا أعتقد إنه أقل شيء ممكن أن يفعل لتكريم الدكتور بطرس غالي أن يطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي المصري، معهد دبلوماسي، أكبر معهد دبلوماسي مصري وعربي، وهو الذي يخرج ويدرب الدبلوماسيين. أعتقد أن إطلاق اسمه على هذا المعهد أقل تقدير لما قدمه الدكتور بطرس لمصر دبلوماسيا وسياسيا على مدار عقود طويلة. نذهب إلى هذا التقرير، ومن التقرير إلى الفاصل، ثم نعود نستكمل أخبارنا في الحياة اليوم. هو أول عربي يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، مدير مركز الأبحاث في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في عهدي السادات ومبارك، ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في مصر، والتي كانت آخر مناصبه. هو بطرس غالي الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 94 عاما. مشوار بطرس غالي الفكري يحمل العديد من الأطروحات، منها الولايات المتحدة العربية، وهي فكرة طرحها إبان وجوده في الوزارة في فترة حكم السادات وقت الوحدة التي كانت بين مصر وليبيا، حيث كان من أبرز أطروحاته إنشاء عاصمة عربية تتوسط جغرافيا بين مصر وليبيا. وقد نشرت مجلة الهلال المصرية تفاصيل هذه الأطروحة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. إسراء سعد، الحياة اليوم.